الواتساب يعني ناس كتير بتستخدمها في الشغل بتاعهم، ناس بتعمل فيها ميتنج، في ناس بتاخد وورنينج ليتر بيوصل لهم على الواتساب، فبتبقى حاجات من الحاجات المبشره. اما دلوقتي يا جماعه جالنا اتصال تليفوني من اسامه فيصل. كتير اصلا بيبعت لي كتير شغل عن طريق الواتساب. عن طريق الواتساب كلهم يا حبيبي. حتى مرات حتى اعمل له ميوت وبلوك لحتى ما اشوف منه ايش يعني. يا لهوي يا رب ما يكونش بيسمعنا. اسمه ايه؟ لا بلاش بلاش بهزر. فموضوع الواتساب والله هم بقوا يستسهلوا شويه، بس اوقات بقى لما يكون في يعني، بس انا عايز اقول لك حاجه، ان دي حاجه ايجابيه. عارف لما يعني افضل من ان هو يبعت لك ايميل، يعني ان هو يبعت لك بواتساب ده فدليل ان هو بيحبك او عايز يديك النصيحه بينك وبينه، فاهم؟ الا لو هو عمل لكم جروب بقى بتاع الشغل فعايز يعني.